السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي وطالباتي بدرس اليوم. اليوم بإذن الله تعالى سوف نحل أسئلة الفصل الرابع. نبدأ بالسؤال الأول، صحح العبارات الآتية، أي أن هذه العبارات كلها فيها أخطاء ويجب أن نصححها. الجملة الأولى، قامت مملكة الأنباط في شمال اليمن، خطأ وإنما قامت في الأردن. ثانيا، انتقل نظام الحكم في الأنباط من الحكم الملكي إلى حكم المشيخة، خطأ وإنما انتقل من حكم المشيخة إلى حكم الملكي. ثالثا، سقطت دولة الأنباط على يد القائد الروماني تراجان عام 206 للميلاد، خطأ سقطت عام 106 للميلاد. تقع تدمر في شمال بادية الشام أي فلسطين حاليا، خطأ تقع في سوريا لأن فلسطين ليست شمال بلاد بادية الشام. خامسا، تم تحرير تدمر على من حكم الروم البيزنطيين سنة 634 للميلاد على يد القائد سعد بن أبي وقاص. طلابي معظمكم أخطأ بهذه الجملة، هي جملة خاطئة ولكن الخطأ فيها هو اسم القائد. فعلا تم تحرير تدمر من حكم الروم البيزنطيين سنة 634 للميلاد ولكن على يد القائد خالد بن الوليد وليس سعد بن أبي وقاص. الجملة السادسة، الغساسنة هم من القبائل العدنانية التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. الجملة خاطئة لأن الغساسنة هم من القبائل الأزد القحطانية. سابعا، ظهرت دولة كندا في وسط شبه الجزيرة العربية في القرن الخامس للميلاد وإنما لم تظهر في القرن الخامس للميلاد، ظهرت في القرن الرابع للميلاد. الجملة الأخيرة، دولة سبأ من أشهر الممالك العربية القديمة التي قامت في الشمال الشرقي من بلاد العرب، خطأ وإنما قامت في الجنوب الغربي من بلاد العرب. السؤال الثاني، علل ما يأتي. التعليل الأول، تميزت دولة سبأ بالتطور والازدهار وذلك بسبب ثراء شعبها لأنهم احترفوا الزراعة والتجارة والنقل وسيطروا على الطريق البري التجاري الذي يربط الجنوب بالشمال. التعليل الثاني، احتكار السبائيين للتجارة مع الهند والحبشة. اعتمد السبائيون في الملاحة في المحيط الهندي والبحر العربي على حركة الرياح الموسمية، فأصبحوا يسيرون سفنهم بحسب أوقاتها، وقد احتفظوا لأنفسهم بمواعيد هذه الرياح وجعلوها سراً لا يبيحون لأحد به، وهذا هو سبب احتكارهم للتجارة، لأنهم هم الذين عرفوا حركة الرياح الموسمية ولم يعطوا هذا معرفتهم لحركة هذه الرياح لأحد. التعليل الثالث، قلة الموارد الطبيعية في شبه الجزيرة العربية وذلك بسبب المناخ الصحراوي. التعليل الرابع، الموقع الاستراتيجي لمدينة البتراء لأنها تقع على سطح هضبة قاحلة يصل ارتفاعها إلى ما يقارب 1000 متر وتحيط بها الجبال من سائر الجهات ولا يمكن الدخول إليها إلا من ممر ضيق. التعليل الخامس، تسمية الغساسنة بهذا الاسم نسبة لماء عين تسمى غسان أقاموا حولها. التعليل السادس، هجرة الأقوام والقبائل من شبه الجزيرة العربية إلى الشام والعراق وذلك بسبب الجفاف الذي حل بشبه الجزيرة العربية فيما بعد والذي دفع الأقوام الساكنة في المنطقة الجنوبية للهجرة. التعليل السابع، تحالف الغساسنة مع الروم. لقد تحالف الروم مع الغساسنة وكان ذلك لمصلحة الروم خشية من أن يتحالف الغساسنة مع الفرس ضدهم، لذلك أصبحت العلاقة بين الاثنين علاقة بين دولتين تربط بينهما معاهدة من نوع معاهدات الدفاع المشترك. السؤال الثالث، وضح نظام الحكم في بلاد الأنباط. الجواب على 4 نقاط، انتقلوا من نظام حكم المشيخة إلى النظام الملكي. النقطة الثانية،
كان نظام الحكم محصور في أسرة واحدة، وكان الحكم وراثي ويسمى الحاكم بالحارث. النقطة الثالثة، استعانة الملك في تسيير أمور شؤون الدولة ببعض الأعوان كالوزير الذي يسمى أخو الملك، وأيضا كان يعتمد على زوجة الملك والتي كانت تسمى أخت الملك. النقطة الرابعة، يتألف المجتمع في الأنباط من عدة طبقات، هي الأسرة المالكة والكهنة والمزارعون والتجار وأصحاب الحرف والعبيد، وكانت ديانتهم وثنية إذ عبدوا آلهة متعددة. أيضا استعمل أهل الأنباط الخط النبطي المشتق من الخط الآرامي. السؤال الرابع، وضح الديانات السائدة في دولة كندا. الجواب، عرفوا بعض العقائد التوحيدية ولا سيما عبادة رب السماوات والأرض. أيضا انتشرت الديانة النصرانية واليهودية فضلا عن وجود ديانات وثنية أخرى قديمة. السؤال الخامس، عندنا مجموعة تعاريف يجب أن نعرفها. أولا، البتراء هي عاصمة دولة الأنباط وتمثل موقعا استراتيجيا مهما، لأنها تقع على سطح هضبة قاحلة تحيط بها الجبال من سائر الجهات ولا يمكن الدخول إليها إلا من ممر ضيق. التعريف الثاني، مأرب، هنا طلابي يجب أن ننتبه، مطالب أن نعرف دولة أو مدينة مأرب وليس سد مأرب، أنا كنت قد وضحت لكم هذا سابقا. مأرب هي عاصمة دولة سبأ، تقع عند ملتقى طرق التجارة القديمة، توفرت فيها موارد اقتصادية كبيرة فضلا عن موقعها الذي يوفر الحماية الطبيعية للمنطقة. دولة معين، تعد من أقدم الممالك العربية التي قامت في اليمن، دامت تقريبا ما بين سنة 1300 قبل الميلاد لغاية 630 قبل الميلاد. من أشهر المدن المعينية مدينة قرناو، والتي تعرف أيضا بمعين، وهي كانت عاصمة الدولة. أيضا عندنا الغساسنة، هم من قبائل الأزد القحطانية التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب، وقد سموا بهذا نسبة إلى عين ماء تسمى غسان أقاموا حولها، ونجحوا بإقامة دولة تحت حكم ملوك آل جفنة ومؤسسها جفنة بن عمرو. مكرب، وهو حاكم دولة سبأ ويعني المقرب من الآلهة، يشرف على توفير القرابين وتقديمها إلى المعابد أو بين الناس، وهو أيضا لقب ديني يعني الكاهن أو الحاكم الديني. حمير، وهي إحدى الممالك العربية القديمة التي قامت في اليمن، حيث سكن الحميريون المنطقة الساحلية للبحر الأحمر، واستطاعوا بعد سلسلة من الحروب والنزاعات من القضاء على مملكة سبأ وأسسوا لهم دولة عاصمتها ظفار. الخزنة، وهي بناء منحوت من الصخر على واجهة سفح جبل في منطقة مغاير شعيب وواحة البدع في أرض مدين ومدائن صالح، والتي تعد أهم حواضر الأنباط بعد عاصمتهم البتراء، وهي تمثل مقابر كبار الأثرياء. قرناو، والتي تعرف أيضا بمعين، كانت عاصمة الدولة المعينية، وقد بنيت مستطيلة الشكل في مساحة صغيرة نسبيا، سورت بسور ضخم ذي مدخلين تحميها الأبراج الحجرية. أخيرا، تعريف سيف بن ذي يزن، وهو الذي استنجد بأنوشروان حاكم الدولة الساسانية، اللذان طردا معا الأحباش من اليمن وأصبح حاكم على اليمن سنة 575 للميلاد، إذ وافق على دفع جزية وخراج يؤديهما كل عام. السؤال الثالث، اشرح دور الموقع الجغرافي لبلاد الشام والجزيرة العربية في التجارة الخارجية. يمكن أن نوجز الجواب كالآتي، إن وقوع شبه الجزيرة العربية في الطرف الجنوبي الغربي لقارة آسيا وإحاطتها بثلاث بحار هم البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، جعلها وسيطا تجاريا بين بقية الأمم، وإلى الشمال منها تمتد بلاد الشام.
من جنوب جبال طوروس إلى شبه جزيرة سيناء، ومن ساحل البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً. بذلك أصبحت بلاد الشام حلقة وصل بين الحضارات القديمة المجاورة لها. السؤال السابع، ما أهمية قيام دولة كندا في وسط شبه الجزيرة العربية؟ يمثل مكان نشوئها في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية إحدى أهم محطات القوافل التجارية على الطريق بين اليمن وبلاد الشام. السؤال الثامن والأخير، ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. أولاً، سمي الغساسنة بهذا الاسم نسبة إلى ماذا؟ الجواب الصحيح نسبة إلى عين ماء. ثانياً، تمكن من طرد الأحباش من بلاد اليمن الملك سيف بن ذي يزن. إلى هنا طلابي، وانتهت حل أسئلة الفصل الرابع. أتمنى من جميع طلابي وطالباتي أن يصححوا هذه الأسئلة لأنها مهمة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.